اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي ليله. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، مبروك لجماهير الكره المصريه، الاهلي المصري في نهائي البطوله الافريقيه. كلام كتير جدا وتوقعات، عندي كلام عايز اقوله للصبح لكن بادئين بشكل مختلف النهارده. دايما يوم الاربعاء عارفين دايما بيكون معانا النجم الكبير الكابتن علاء مهوب، عشان كده فضلنا نبدا بيه النهارده على طول من غير انترو، لان الكلام مهم جدا عن المباراه والتاهل لنهائي افريقيا. كابتن علاء بشرفني ومنورني في يوم الاربعاء الجميل. حبيبي يا ربنا يخليك، الشرف ليا. وحلاوه اليوم النهارده ان بعد تاهل للنهائي الحمد لله ففرصه بقى ظابط ميعاد الاربعاء، يا قبل ماتش مهم يا بعد ماتش مهم. على طول كده. لا وحتى الطريق كلامنا انا وانت الاخر الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن المباراه بتاعت امبارح، قلت لك لا انا مش قلقان وهنتاهل ان شاء الله النهائي والحمد رب العالمين. مبدئيا طبعا نبارك لجماهير النادي الاهلي كبيره جدا جدا جدا، ومجلس اداره واللعيبه والجهاز الفني، كل حد بيحب النادي الاهلي في كل مكان، الف مبروك وان شاء الله نبارك بعد ما نفوز بالبطوله ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي بيأدي بشكل متميز جدا. كلام كتير عن مباراه امبارح، شفتها ازاي من البدايه، شفتها ازاي من التشكيل، شفتها ازاي، هل توقعت الاهلي هو اللي يبادر بالتهديف؟ التشكيل كنت متوقع التشكيل تمام الحمد لله. كنا بنتكلم برضه يا ابو يعني الحاجه الكويسه الاسبوع اللي فات اتكلمنا انا وانت في حاجات كتير جدا، حتى اتكلمنا ان لو الاهلي سجل هدف الامور هتبقى صعبه جدا بالنسبه لوفاق سطيف. وحصل، وكلمنا على الضغط الجماهيري، كلمنا على نوعيه الملعب ممكن تضايق شويه لعيبه الاهلي، حصل امبارح. اتكلمنا ازاي لعيبه الاهلي امتصوا الضغط الجماهيري الفظيع امبارح، امبارح الاستاد مقفول يا ايهاب على الاخر طبعا طبعا تلعب في الجزائر. لا الوضع زي ما توقعناه بالظبط، لكن الحاجه الحلوه ان الاهلي كان متمسك جدا في بدايه المباراه، مش اي مشكله خالص. يمكن فرص مش كتير لكن كانت مؤثره، لو الفرص كانت اترجمت اعتقد كان الاهلي ممكن امبارح يطلع هو اللي فاز بالمباراه. فخ الصيف عامل ضغط وعامل ضغط جامد جدا ومستحوذ استحواذ تام في على المباراه، لكن لما تقيس الخطوره نفسها اللي هو الحاجه الاخطر، لا مش الحمد لله ما كانتش موجوده خالص، وده يحسب لعيبه النادي، لعبت امبارح خطه موضوع كويس جدا، استحوذ زي ما انت عايز في نص ملعبك او في التلت، لكن التلت الاخير لا ما فيش مشكله، لا في مشاكل بالنسبه للعيبه فخ الصيف متمركزين كويس قوي، اذا كان سعد اذا كان كولوبالي فتحي ايمن، وطبعا عاشور والسوليه عاملين دور هايل امبارح. عاشور هايل امبارح يعني هايل، والسوليه يعني عايزين 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 الفقره كلها بالظبط. يعني في لعيبه امبارح يا ايهاب اللي هي في المواقف دي، كنت دايما اقول لك انا لعيبه النادي الاهلي بتبان في المواقف دي، في لعيبه معينه تحس ان انت متوسم فيها خير وفعلا حصل. يعني طبعا كل التحيه لكل لعيبه اللي لعبت امبارح حتى اللي نزلوا بدلاء، لكن في لعيبه امبارح تحس او كنت تتمنى هم بقى في اليومهم او في الفورمه العاديه بتاعتهم هيفرقوا معاك، تروح بادئ على طول باحمد فتحي هيفرق معاك، احمد فتحي الخبره كبيره قوي، البطولات الكبيره دي يفرق معاك امبارح، عاشور وتمركزه والسوليه دول اكتر اتنين امبارح انا كنت بقول يا رب يبقوا في حالتهم العاديه، لان هم دول اللي هيدوك بالظبط، ده المحور هيديك الشكل العام بتاع فرقتك، حتى لو انت مضغوط لكن الاتنين دول موجودين واقفين كويس قوي مغطين كويس قوي. طبعا العلامة الفارقة والمميزة في النادي الأهلي بقاله فترة كبيرة جدا، والعلامة الغريبة عشان منتخب مصر وليد سليمان. أداء متميز، مجهود ما شاء الله، قدام اهو يعني رافع ايده لربنا يعني ربنا بيديله. طبعا يا ايهاب ربنا بيديله. ايهاب الجول مش سهل وجري تمريرة من العمق رائعة للخبرة الكبيرة اللي أنت بتقول عليها، هم دول خبرة من تحت شايف الملعب كويس. أيوه حاطط تمريرة ما يعملهاش يعني زين الدين زيدان في عصره الذهبي، حطيتها كده من نص الملعب قطعه رايحه، وليد مستني على الكوره وشايف لو وقف ولا شاف المدافع هيروح عليها صبر خالص، وهي فيها امل التعديه زاد بالظبط، عدى خدها، اول ما خدها يا كابتن مش بياخدها ويجري، ده من اول ما خدها باصص على وضعه فين، باصص الجون طالع منين، خد كده سنه شمال صغيره قوي بسنس لعيب الكوره، وسع لنفسه خدع الجون، الجون راح في الزاويه اللي هو عايز يروح له عليها يقفله دي، حطها له على طول ما حسسناش باي حاجه جراح. بص هو وليد خبره السنين كلها كان في الكوره دي، وليد وهو رايح للكوره ايهاب عارف ان اللي هيفرق في مباراه الكوره دي، وحصل يعني سبحان الله الكوره دي وليد رايح بيقول هو ده اللي هيعمل الفرق في المباراه دي، حصل والهدف هدف ليك انت، الموضوع بالنسبه لهم بقى مستحيل، مش شبه مستحيل طبعا، استحاله تكسب الاهلي انت اربع اهداف، مش ممكن برغم انك مستحوذ وكده، لكن انت مش عارف توصل، مش مقدم الخطوره، سيبك من هدفين
خطأ الشناوي ومفيش حد يتكلم، بتحصل عادي جدا جدا جدا، جاي لك في كل حاجة. يعني إيه؟ لكن المباراة امبارح ككل انت خرجت باللي انت عايزه الحمد لله، انك انت تتأهل للنهائي. للنهائي، ولكن البعض من المحللين شايف ان هذا الخروج للنهائي خروج حذر جدا، لازم الاهلي ياخد باله من بعض الاخطاء المتكرره في الفتره اللي فاتت. كمان المنافس اللي تاهل للنهائي منافس انت متعود عليه، ترجي فرقه محترمه، ولكنه ظهر بالامس بشكل مختلف تماما عن مظهره في كل البطوله، لانه غير المدير الفني من حوالي اسبوعين 10 ايام، فشكل جديد. بص يا إيهاب، لازم نعرف ان كل مباراه وكل دور لظروفه. امبارح ما ينفعش، يعني انا مش فريق النادي الاهلي، مش اداء النادي الاهلي، انا بتفق مع كل الناس اللي بيتكلموا ككوره، لكن انت بتتكلم الظروف اللي انت اتواجدت فيها والضغط اللي انت موجود فيه، نوعيه الملعب اللي ما ساعدتش لعيبه كتير جدا، وبعد كل ده انت خرجت بتاهل مستحق. عشان بس لازم نتكلم الصح، انت امبارح واصل الحمد لله نهائي البطوله، جداره واستحقاق. لو هنتكلم على ظروف اي مباراه هقول لهم ارجعوا كده بسرعه على المباراه اللي هنا، تخلص 4 ما فيهاش اي مشكله، لكن ما خلصتش 4، خلصت 2. انت رايح هناك محضر نفسك لكل سيناريوهات هتحصل، وانت اللي قلت انا عايز هدف، هدف صعب الامور كلها، طبيعي تبقى مضغوط. قبل الهدف يا كابتن كان في بعض الاخطاء، كان في تمركزات في اللعيبه في منطقه 18 اكتر من فرصه، عشان نكون بنتكلم فيه. لا طبعا طبعا، فيها خطوره كبيره جدا لفريق وفاق سطيف، وضيعوها بغرابه شديده داخل المنطقه على حدود الست. اخطاء ممكن تحصل لكن مش لازم تتكرر. يعني اقصد لو فيها توفيق للمنافس بالظبط هيصعب عليكم الامور. صعب تمام. بص يا هاد، ما انا بقول لك ايه، انت امبارح مش عامل مباراه كويسه، في اخطاء امبارح، لكن في اخطاء ممكن تتعالج، اخطاء تقول الحمد لله ان هي ايه خرجت كده امبارح. ما هي سبحان الله هي تعويض. 4 هنا، كنت امبارح خسرت 2-1 طبيعي جدا. لو هنتكلم نقول كانت في اخطاء، طب ما انا كان عندي اهداف هنا محققه جدا، كنت لازم اطلع 4 هنا 0، لكن في اخطاء، في اخطاء. معالجه الاخطاء لما يكون انت وصلت للنهائي إيهاب حاجه بالنسبه للمدير الفني مريحه. هوصل للنهائي، في اخطاء حصلت ما تتكررش تاني، مع فريق مختلف، مع نوعيه لعيبه مختلفه، مع نوعيه جمهور مختلف، مع نوعيه ارض مختلفه طبعا. وده اللي بيفرق معايا انا، مع في ميزه، انت بتعرف تلعب في تونس كويس. انت عندك الميزه دي سبحان الله من زمان، هي ميزه حلوه لكن لازم يبقى فيها حذر شويه. يعني هقولك المدير الفني برضه للترجي شايف ان مش عايز يلعب نهائي في رادس، عايز يلعب في المنزل. ما هو عايز يبعد عن الرادس لان الرادس وشه حلو على النادي الاهلي ده من زمان. في الكوره بتمشي كده كابتن، يعني والله بتعمل وسيله ضغط بتحصل، وتبقى بيبقى كارت ضغط عليهم هم، وانت تبقى في سن التفاؤل اللي هو الملعب ده متعود عليه. الملعب ده تحس ان هو ملعبك، يعني دايما ربنا بيكرمك فيه. عمرك ما حصل اي حاجه غير كده. فعشان كده تبقى رايح حتى لو النتيجه مش عاليه قوي، لكن انت عندك في سنه ثقه ان الملعب ده لا وشه حلو، ودي بتحصل في كره القدم يا على فكره، عشان كده مش عايز يلعب هناك. معظم المباريات الاخيره بالذات اللي قلنا الاهلي بيخلص في تونس كانت نتيجه سلبيه. يعني النتيجه في ملعبنا ما كانتش بتخرج بالشكل، وكنا بنعمل العكس. المره دي يعني تحب ان ان شاء الله تكون النتيجه هنا في مباراه الذهاب يوم 2/11 تكون مستريحه، علشان مباراه العوده كل اللي احنا بنقول عليه في النهائي بتبقى الامور مختلفه. لا، ما انا عايز ابقى الحاجه اللي انا ضامنها هقدر اعملها هنا اللي هي اللي في ايدي، ان شاء الله تطلع اخلص هنا بنتيجه كويسه، ما العبش على ملعب التاريخ والحظ وكده. لا دي المدير الفني اللي اول اغسطس الانجولي بيتكلم امبارح بيقول لو برشلونه او الريال بيلعبوا في هذه الظروف ما يكسبوش، على الشكل اللي كان فيه الماتش امبارح. فعلا الملعب امبارح كان تشجيع في رادس صعب قوي وشماريخ والدنيا. انت وصلت في المباراه 2-2 2-2 عن الترجي اوت، خلاص امبارح بره، فتوصل 4-2 تعرف ان في جماهير لحد اخر ثانيه، يعني حركوا الصخر بصراحه. بالظبط ده اللي حصل، لكن نفس الجماهير دي في نفس الملعب ما بتحركش الصخر على النادي الاهلي. لكن انا بتفق معاك في حاجه، ان انا ان شاء الله المباراه اللي هنا ابقى مسافر تونس وانا معايا نتيجه مريحه بالنسبه لي. بالظبط، ماليش دعوه بالتاريخ وانا ملعب ده حلو ولا أيوة. لا خالص لازم ما العبش على مطلوب التفاؤل. انت حلو التفاؤل جميل، بس مع الحرص المعتاد بتاع النادي الاهلي كويس. التفاؤل جميل، بس اللي يديك تفاؤل وانت مسافر إيهاب المباراه الاولى هنا هتديك كل ان شاء الله كل انطباعاتك في المباراه النهائيه، وان شاء الله تبقى مسافر تونس وانت مستريح.
تقدم مباراة كويسة إن شاء الله رب العالمين وترجع متوج من أي مكان مش فارقة معانا. البعض بيتكلم على أن الأداء كان فيه بعض المشاكل امبارح، لكن البعض تنسى أمر مهم، هو الأهلي دايما بمن حضر. الأهلي بيتحسب بال11 لاعب اللي بيبدأوا مباراة قبل نهائي أفريقيا، بتحسب مين اللي هيطلع للنهائي، لكن ما حدش فكر أن قبلها بكام يوم كنا هنا وبنتكلم مع حضرتك أن في مباراة للأهلي مع المصرية للاتصالات، الأهلي بيجرب فيها كل المصابين. يعني هل يعني يتخيل البعض اللي بيتكلم بهذا الشكل، ومعاه حق الأهلي لم يكن بالشكل المتعود عليه دايما لكنه أدى المطلوب، يبقى النادي الأهلي عنده وليد سليمان، عنده أحمد فتحي، عنده السلية، عنده سعد. حسام عاشور، عنده سعد، يعني وأحمد فتحي، بتتكلم في خمس ست لعيبة لعبوا شوط واحد لهذه المباراة جايين من إصابات وبيلعبوا شوط، والمطلوب منهم اللي ينزلوا منسجمين، سرعتهم عالية، بدنيا كويس، بدنيا، يعني كل ده في 45 دقيقة يجهزوا عشان مباراة. لا. فأعتقد إن كانت في أمور إن الأهلي يظهر بهذا الشكل، الأهلي ظهر في أفضل حالاته بالإمكانيات اللي كانت موجودة بالظبط لحد آخر يوم في المباراة. يا إيهاب، أنت التمرين اللي قبل المباراة مش عارف فتحي كويس ولا لسه بتجرب فتحي، وفتحي معلش مهمة جدا جدا، خد كدمة هنا قبل ما يسافر بالظبط، لازم موجود معاك في المباراة. خمس لعيبة لسه بيتجربوا بس هم عايزين يلعبوا، والجهاز الفني واثق فيهم، فيها مخاطرة لكن مطلوب ان هو موجودين في الملعب. يعني انت عايز سعد موجود في الملعب، عايز فتحي موجود في الملعب بالظبط، عاشور والسلية ما ينفعش لازم موجودين، وليد متحمل على نفسه بقاله فتره كبيره جدا وبيلعب ومصاب وتعبان طبعا، لكن الاسامي اللي بقول لك على ترتان خالص، الاسامي اللي بقول لك عليها دي يا ايهاب هي نفس الاسامي اللي انا اشدت بيها في اول لقاء معاك، دليل ان هم ناس فعلا الثقه فيهم صح للمره المليون. مش ده اداء النادي الاهلي عشان ما نتكلمش كلام غلط، مش هو الاداء اللي كانت الناس مستنياه، مش الاداء الممتع، بس انت الظروف مش هتساعدك، مش هينفع كل الظروف دي، اداء وامتاع الناس جايه من اصابات، الناس لسه يعني ناس عايزه استشفى، مش عايزه تنزل ملعب تلعب. بص يا من الاخر، هي في حاجه كده في كره القدم بتتقال عشان نقفل الموضوع ده، ما تطلبش مني اداء ومتعه في كل الوقت، تعالى حاسبني على النتيجه. النتيجه انا الحمد لله وصلت، فيصل النتيجه والهدف اللي بس وصلت النهائي، وانا اللي كنت متقدم بهدف كمان، لكن حصل الاخطاء اللي هي حصلت دي، لكن خلاص الحمد لله انا في النهايه، انت تعالى نتكلم، انا تاهلت للنهائي ان شاء الله، النهائي يبقى الاداء احسن، مقنع، نتيجه كويسه، كل ده مش هتكلم في تاني فيه طبعا. وبيني وبينك حتى لو نهائي الاداء مش مقنع، بس عايزين النهائي انا عايز الكاس يا سيدي، يعني بصراحة باي اداء بقى اشتقنا للكاس، اذا كنا هنتكلم عايز اداء باي اداء والله، واشتقنا لكاس العالم للانديه. اهلي وجوده بيفرق، ويمكن الكابتن محمود الخطيب في عقد الرعايه الكبير قوي واللي حصل عليه ضجه كبيره، عقد رعايه برزنتيشن، لما قال يعني الاهلي في مصف الفرق العالميه وكان اكثر تتويجا على العالم طبعا، ولازم نرجع لمكانتنا العالميه من خلال البطولات القاريه، اعتقد دي رساله واضحه قوي من كابتن محمود الخطيب. طبعا هو بيتمنى يوصل البطوله دي ونلعب كاس عالم للانديه، وتحس الكابتن وهو بيتكلم امنيه ان شاء الله تتحقق بعد عقد الرعايه واللي حصل ده. وانت على فكره والكلام طبيعي جدا ومقنع جدا، انت ما تقلش عن اي نادي في العالم، الانديه الكبيره على فكره مش اي نادي، اي نادي لا، انت نادي من انديه العالم الكبيره جدا جدا جدا، ليك تاريخك طويل، تاريخ اللي بيتكلم عنك، بطولاتك بتتكلم عنك، انا ما بتكلمش كلام مسترسل، اللي بتكلم بكلام في محله، بطولاتك بتقول انت من الانديه العظيمه اللي موجوده في العالم طبعا. وادي طبعا عقد الرعايه، ده عقد الرعايه محمد كامل طبعا في توقيت يعني قياسي جدا طبعا، وبعقد كبير جدا لاكبر الانديه المصريه، وادي القبله اللي عملت بقى يعني كلام كتير جدا، لكن واضح ان في حب وتفاهم، واضح ان الكبار مع الكبار، ومبروك على برزنتيشن النادي الاهلي طبعا. وانا كلمه قلتها كمان يا ايهاب، قلت ماشي مبروك النادي الاهلي عقد رعايه كبير ده، بس مبروك على برزنتيشن اسم النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي ده الاسم، محمد كامل قال الكلام ده بالظبط، هو الراجل قال، انا ما سمعته على فكره والله، بكى يا كابتن يعني طبعا، ده كنت اللي بحسن خلاص، والناس كلها اتكلمت فيه واتقال كل حاجه، واتقال لبس نظاره حمراء وجرافته حمراء، ويعني وقبل رئيس النادي الاهلي، يعني واضح جدا ان الراجل قال جمله وكفى، قال انا النهارده لو مت ابقى راضي ان انا عملت كل حاجه بعد ما قال كده وبكى، يعني عارف انا يعني لا بس انا بضحك على لو مت النهارده، فاهم؟ يا صيغه مبالغه جامده جدا، لكن واضح ان
في فرحه من الطرفين بالظبط من برزنتيشن، واكيد النادي الاهلي عمل عقد رعايه كويس جدا كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، ودي حاجه تحسب لهم في هدوء خالص، هدوء على فكره. مفيش حد كان عنده اي خبر. ده انا اتبلغت كده بالليل عايزينك في النادي. ايوه ده اللي انا عارفه. وهنصور حاجه عارف. فروحت عادي لابس وبتاع، وفوجئت طبعا بالحاجات اللي موجوده جوه النادي. نص ساعه في ايفنت كبير وبتاع، قبلها بنص ساعه الناس لما دخلت خلاص بقى انت بتقرا المشهد عرفت، لكن الموضوع ايوه انت قريت المشهد وعرفت. ناس كتير جدا ما كانتش تعرف ان برزنتيشن هيعمل عقد رعايه مع النادي الاهلي دلوقتي او الصبح او طبعاً الساعه دي. طبعاً. الموضوع كان في سريه تامه وتعامل على طول الصبح وبتنقلوا قناه الاهلي على الهواء. حاجه جميله جدا، وكانت حاجه راقيه على فكره، مؤتمر راقي جدا وحلو جدا. وللمره المليون مبروك لبرزنتيشن النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي اسم يغطي اي حاجه. طبعا في خبر هقوله كده مع حضرتك على طول، ان النادي الاهلي بيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتجاوزين الاحد القادم. النادي الاهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتجاوزين الاحد القادم. قررت اللجنه القانونيه المنعقده بمقر النادي الاهلي بالجزيره اليوم وبعد مطالعتها على جميع الشكاوي المدعمه بالوثائق الاعلاميه المقدمه من اعضاء النادي الاهلي ضد التجاوزات التي تمت خلال الفتره الماضيه ضد النادي على وسائل الاعلام المسموعه والمرئيه والمقروءه، ومن ثم كان لابد من انفاذ القانون لمحاسبه المتجاوزين بتقديم بلاغا للسيد النائب العام ضدهم الاحد القادم لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه، كذلك استدعاء المتجاوزين من اعضاء النادي للتحقيق معهم خلال الاسبوع المقبل. اهلي ما بيهزرش، زي ما انتم عارفين مبادئ وقيم النادي الاهلي. اللجنة القانونية رصدت كل التجاوزات، هيكون لبلاغات أمام سيد النائب العام في كل من تجاوز في حق النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي أو الكيان الكبير. كذلك إذا كانت هناك بعض التجاوزات من أعضاء النادي، البعض اللي بينتمي عضويته للنادي والبعض اللي بيحاول يعمل بعض المشاكل اللي بيطلع على وسائل الإعلام وبيعمل بعض الأمور، هكذا سيكون في وقفة وتحقيقات قانونية. وهذه هي سياسة النادي الأهلي، يعني بالقانون وبالهدوء تؤخذ الحقوق يا كابتن عادل. دي طبيعة النادي الأهلي، من غير أي هيصة من غير أي شوشرة، بتحس إن تاخد حقك بهدوء، زي كنا بنتكلم عقد رعاية الوقت في هدوء تام. عملت عقد رعاية بتاعتك في هدوء تام، برضه هتاخد حقك من كل من تجاوز في حق النادي الأهلي أو مجلس إدارته. نرجع تاني للمباراة، نرجع للكلام بتاعك، ونرجع للكلام في المباراة. وقلنا ان اللعيبه اللي كانت مصابه واللي هي ربما ما لحقتش تجهز بالشكل الكبير لضغوط المباريات، نفس القصه برضو انت راجع عندك ضغط مباريات بطوله عربيه بالزبط. ترجع تاني تلعب افريقيا، فبالتالي الضغوط كتيره جدا في ظل وليد ازارو عنده شد سمانه لسه هيتشاف، اسلام محارب واضحه جدا امبارح بدايه شد في الاماميه، يعني برضو الضغوط عليك مستمره. هو بص يا هاب، احنا ما احلى حاجه عارف بتحصل، احنا قدام بنتكلم فيها هنا انا وانت، اتكلمنا عن ضغوط المباريات والبطولات، بس انا كلها بتقول لك هي دي ضريبه النادي الاهلي، انك بتلعب في النادي الاهلي او اسم النادي الاهلي. اي بطوله من غير اسم النادي الاهلي فيها مش بطوله، مع الاحترام الكامل لكل الانديه الكبيره، اسم النادي الاهلي بيحل اي بطوله، بيكبر اي بطوله، بيطمع اي حد يقول لك انا عايز اخش بطوله عشان اكسب النادي الاهلي او اخد البطوله دي من النادي الاهلي. اخد البطوله من النادي الاهلي هو في هدفين، خد البطوله واتكتب انه كسب النادي الاهلي، فهي دي الضريبه اللي بيدفعها النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي هيرجعوا النهارده من السفر، بكره في تمرين، هم رجعوا بالسلامه ورجعوا الحمد لله رب العالمين. هنعمل تليفون مع الكابتن محمد يوسف ان شاء الله الامور عشان نطمن على الفريق. بكره في تمرين، شوف الاصابات، شوف الناس المصابه، يلحق يعالج بسرعه عشان عندك الوصل الاماراتي، تخش على الوصل الاماراتي، عندك الاهم اللي هو الترجي. الوصل الاماراتي ممكن حتى اللعيبه اللي هي فيها شك، اعتقد مثلا الكارتونين ممكن يريح على حسب الاصابه او حسب حجم الاصابه. وليد ازارو كان شد في السمانه وظهر امبارح في لقطه في المباراه، انت تخيل الواحد بيجري لحد اخر ثانيه، عشان كده بقول لك هي تحس ان هو متربى في النادي الاهلي، خلاص شرب، عايزين بطولات، هو ده النادي الاهلي، بيحاربوا لاخر ثانيه امبارح في اجواء صعبه جدا يا ايهاب. والجري على الملعب الترتان ده لسه يعني بقول لك مش طبيعي، لا لا لا، اللي مجرب الموضوع ده يحس ان هو تعب اللعب على في مباراه ترتان اكنك لعبت ماتشين على ارض عاديه، عشان كده بقول لك هم الضغوط عليهم كتير جدا، لكن كل الشكر وكل التقدير ليهم، هم خرجوا الحمد لله بالبطاقه اللي احنا عايزينها، بطاقه التاهل. التأهل بقى في حسابات تانية وفي كلام تاني، حسابات ولسه وكل ماتش وليه ظروفه بالظبط. في التغيير الاخير البعض كان بيبص ازارو هيطلع ولا وليد
أزارو يعني ظهر عليك قصة الشد، لكن وليد صعب جدا يلعب على الترتان ومكمل المباراة، لكن هتطلع الدماغ اللي بيحرك ولا هتطلع اللي ممكن لو راح بواحدة وهو أساسي فيرود هو اللي يروح؟ ففي الآخر الراجل طلع وليد وساب أزارو. لأن هقول لك حاجة، هو امبارح كانت طريقة مستر كالترون معتمد على دقيقة أهي، معتمد على قافل نص ملعب كويس قوي، ومعتمد على الباص الطولي من وليد لوليد، وحصلت منتهى الجمال كوره الوليد لوليد ازارو اللي اتعمل بالعرض الحمودي. طبعا حظ وحش، الحارس طلع كويس قوي وهو حظ وحش فيها. انت متخيل ايهاب الكوره دي لو دخلت هدف؟ كوره اتحط على طول ولا يقف عليها يريح؟ لا ما يقفش، لان ما يقفش بس ما اتحطش كده، لازم كانت تعلى سن، لان هو جون جاي نايم على الارض، لكن هو حطها يعني على الارض، لكن هي لازم تعلى سن، لكن هي اتعملت حلو قوي، وهو ده اللي كان بيلعب عليه مستر كالترون. احلى جمله في المباراه امبارح. حلوه، جمله حلوه ممتعه. ما انا بقول لك هي دي الجمله كان بيتمرن عليها على فكره هنا. هنا مقفل كويس قوي من وليد لوليد، التكمله لحمود اذا كان اسلام اللي هيزيد. هي دي اللي هيزيد، وهو وليد ازارو كان لازم امبارح يكمل عشان الحته دي. سرعات ما شاء الله كويسه قوي، وعامل مشكله للاثنين مساكين، ما ينفعش يتساب، ان ده يتساب هيبقى واحده خلاص انفراد لحمودي. فبقول لك تخيل كده ايهاب لو كوره حمودي كمان دخلت من بدري قوي كده، ايه الشكل بتاع الملعب او ايه شكل المباراه؟ كان هيتغير طبعا. فهو في حاجات على فكره، المكسب مش جاي او التاهل مش جاي حظ، لا، في ناس بتشتغل وناس تعبت وناس شغاله على حاجه معينه، وناس تعبت جدا وناس جت على نفسها زي وليد سليمان يلعب على ترتان، واستاذ انا عارف بتعبه جدا وبيكمل، احمد فتحي جاي من اصابه بيكمل، وليد سمانه بيلعب، لا الناس كلها بتضحي كله. بص يا ايهاب، الناس كلها ما شاء الله طلعت ب 50% من قوام الفريق جاي من اصابات بس، و 30% التانيين داخلين على يعني ربنا ده ده, ده 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 اللي هو ناس كتير قوي ما تعرفش ان انت مش كامل بدنيا، في خمس لعيبه في الملعب مش كاملين، بس ما ينفعش ما يلعبوش عشان دي مباراه بتاعت الناس دي، بتاعت اللعيبه دي، ما ينفعش الاجواء دي ترمي فيها حد صغير، هتتعب وهو هتحرقه بدري. لكن كل التحيه لكل امبارح اللي ادى في المباراه. خطا الهدف الاول وخطا واقف يعني واضح في ضغوط على حارس المرمى واجواء المباراه، ولكن بتحصل، لكن هو الخطا ده صعب المباراه شويه. هقول لك بقى، هو مش ضغط للمباراه، هو شويه هدوء المباراه. الهدف اللي احنا جبناه اطمئنان زياده، بس هي دي اهاب اللي احنا اصل انت كل مصر كل الدنيا بتتكلم بيقول لك ايه، لو جبنا هدف هناك خلص. الموضوع انتهى. خلصت دي في ريحه، بس برافو عليك. ريحه ريحه في حته الشناوي، بتحصل معلش مش مشكله، ريحه في حته الرخابه في الهدف الثاني، الرخابه في الهدف الثاني برده كان فيها شويه هدوء. مش هيحصل هم هيجيبوا فيك اربعه، استحاله، الموضوع قفل. هدف وليد سليمان نهى الموضوع تماما، لكن يؤخذ على اللعيبه ان في شويه راحه حصلت في الملعب، الراحه دي كلفتك هدف في الثاني، في عصبيه زياده، في الجمهور بقى عنده امل، في شد، مش هيحصل، لكن شديت نفسك بلا داعي. الامور كانت المفروض ايهاب بعد الهدف انت خلاص استريحت تماما، سيبه هو موجود، سيبه هو عصبي، لكن راحه، بس راحه ايجابيه بتركيزك، بس انت خلاص اللي انت عايزه مباراه حصل. في المقابل لان المباريات وكره القدم ما بتعرفش غير لغه الاهداف، في المقابل فريق الترجي الدنيا لما زنقت قدر يعني في مباريات ممكن الدنيا بترجع فيها تاني. عشان انا بقول لك في وقت جه في المباراه 2-2 على ارض الترجي رجعت، ما هي دي كره القدم ترجع. لكن امبارح يعني لما يتقدم المنافس اللي جاي على ملعبك اول اغسطس تقدم بهدف خلاص، وكده يعني تمام. ريح الجيم تماما. وبعدين الترجي بيتعادل، بعدين بيكسبوا 2، بعدين اول اغسطس بيتعادل، ده بقى خلاص كده المباراه المفروض انتهت. بس هنا بقى روحك، روح اللعيب وشغل اللعيب وجماهيرك اللي بتشجعك من بره، عارف تحس ايه يا ايهاب؟ نفس جديد حصل في الماتش، نفس تاني خلاص. لا ما ينفعش 3-2 4-2 هو اللي اتأهل، هو دي لعيبة كرة القدم. لكن انت عايز تقول لي مثلا كان ممكن يحصل امبارح كده في النادي الاهلي؟ صعبة شوية. لا لا مش عايز اقول كده، عايز اقول ان حتى لما الاداء بيقل شوية او الاداء ما بيقلش، حتة ان المنافس يجيب اهداف او ما يجيبش في النهائيات وفي قبل النهائي كله بقى متجرأ، عايز روح. بالظبط. بقول فرقة زي اول اغسطس بره ملعبها، الفرقة الأفريقية بره ملعبها بتهاجمش بشكل كبير، ده بتدافع على طول، بتبدأ بالتسجيل وبعدين بتتأخر بهدف وبعدين بتعوض بهدف في ظل أخطاء رهيبة لحارس مرمى المنتخب التونسي، نفس القصة يعني هنا خطأ هنا هو والدنيا رجعت بشكل تاني. بالظبط، هو خطأ حارس مرمى لا يغتفر، ما بقول لك غلطة الشاطر بمليون
الشناوي وحارس مرمى الترجي التونسي امبارح. دايما يا اهاب اما تكون عايز تكسب انت كفريق، عشان كده بقول لك انا ايه، لما كنا بنتكلم قبل المباراه بقول لك هم عايزين يكسبوا اكتر من هدفين، فانت المساحات موجوده، فانت لو لعبت على هدف كل الكلام ده احنا قلناه والحمد لله اتحقق بهدف وليد، والامور اتصعبت عليهم وحصل اللي حصل في المباراه امبارح وتسلسل الاحداث. لكن ما هو بقول لك ايه، كل مباراه بتطلع منها بفايده حتى لو غلط بفايده، الفايده ايه؟ انك تكسب واحد حتى لو كسبان واحد، تهدف الملعب لكن تركيزك زي ما هو، تبدا مركز، النتيجه 0-0 ممكن تحصل اي حاجه. طبعا انت قلت كلمه حلوه ان في كره القدم لحد ما الحكم يصفر في ماتشات بتخلص في الثانيه الاخيره من وقت الضايع، عشان كده درس امبارح اتعلمناه، درس اتعلمه الشناوي، وطول ما انت بتلعب وطول ما انت عايش هتتعلم، على فكره مش غلط. لا ودروس دي لما تيجي في التوقيت دي وكده كده انت متاهل مقبوله بس جميله مقبوله، بس خلاص انت خدت ديفنس وتعلمت، بس اللي هي ايه، انا مش هكرر خطا تاني. بص يعني انا بقول لك دايما حاجه وهفضل اقولها كده على طول، دايما اتعلم من كل مباراه، خد الاخطاء بتاعتك، ما تاخدش الحاجه كويسه، حاجه كويسه ان شاء الله تتنمى. نتعلم ايه من مباراه امبارح؟ مباراه امبارح مبدئيا كده تركيزك من اول الحكم ما يصفر لحد ما الحكم يصفر الصفاره الثانيه لازم يبقى واحد. لازم يبقى واحد تركيزك تمام. لازم لحد حتى لو الجيم انتهى ماليش دعوه خالص لحد الدقيقه 90 لازم اركز فيها كويس قوي. خلاص الحاجه الثانيه في اوقات كده لازم انت تهدي ادائك شويه في الملعب، ما تخليش المباراه على رتم واحد. امبارح المباراه كلها سرعه سرعه، لازم تهدى شويه، لازم شويه هدوء. يعني تغييره محمد هاني اتعملت امبارح ليه؟ مستر كارتون واضح ان في ضغط بقى على احمد فتحي كبير، اللعب كله اتنقل على احمد فتحي وهيلعبوا كور طويله. احمد فتحي بسبب قله خبرات حمودي مثلا الدفاعيه؟ او جايز مجهود خلاص تعب، خد بالك احمد فتحي بقاله كتير ما كانش بيتمرن، واحمد فتحي اصابه وهم كمان بقى بيهاجموا بكثافه كبيره جدا. هي مش حد يعني اثر في مسؤوليته، لكن هو خلاص بقى اللي هو ايه لازم بكل هجوم بكل اللي عندي، عشان كده لازم كان يعمل حته تدعيم عند احمد فتحي، والتدعيم مش دفاع بس كويس، هو كمان طلب من هاني ان هو يكمل الحته طبعاً دي لقدام طبعا يخف الضغط يعمل دي بس يخف الضغط على احمد فتحي ويخف الضغط على الفريق شويه. التغييره دي معاك كانت لازم تبقى بدري شويه، يعني باينه من الاول انهم بيلعبوا عند بالظبط، وكانت لازم تبقى بدري شويه بعد الهدف الثاني، كان لازم بدري شويه حته ان انا بس هو مستر كاترون دايما ان في كام لعيب في الملعب ايهاب برده خد بالك مش مطمن مش متاكد هم في حاجه، ما كان عندك وليد ووليد واسلام بدا يشتكي، ثلاثه في الملعب وانت عايز تعمل تغييره تدعم بها دفاعين شويه بالزبط. وعلى فكره مش عيب اما دعم حاجه اما اعمل تغييره دفاعيه عشان اكسب بيها مباراه مبدئيا في كره القدم مش عيب خالص، ده انا في قبل نهائي افريقيا بالظبط وانا بقول لك هي عامه مباراه عاديه بالظبط، هي مش محتاجه اصلا يعني فزلكه كرويه، انا بنزل هاني عشان اعمل تدعيم ناحيه اليمين لاحمد فتحي، وفي نفس الوقت هاني بصغر السن ولسه بدنيا كويس لو هياخد الكوره هيطلع بيها وعملها اكتر من مره وهبط الاداء خالص بتاع وفاق سطيف. طبعا كان الشكل ابتدى يعني بعد الهدف الاول الامور يعني برده كانت ماشيه في النصاب، بعد الهدف الثاني كان في صحوه بقى عند لعيبه خلاص بقى رجع الجيم اتشد ثاني، رجعت لعيبه الاهلي تركيزها اللي هو خلصت القلق، بس قلق ايجابي في قلق سلبي يوديك في داهيه، ده قلق ايجابي لا اللي هو ما ينفعش الكلام اللي انت قلته اهي ايه ده 2-1 طب انا ممكن في ثانيه بقى 3-1 خلاص ده جونين جون في مفيش 3-1 الدنيا تهيج ممكن حكم يبيعك في ثانيه في الظروف دي ما فيهاش مشكله بس هو الحمد لله امبارح طبيعي ان الحكم يحكم كويس بس حكم امبارح جنوب افريقيا لازم احييه بصراحه لسه اقول لك اهو لازم احييه بص يا هاب امبارح الحكم والاثنين لاينمان ما فيش غلطه ده بتوع نهائيات يعني هم دول يتحطوا بالظبط الماتش ده لان المباراه اللي قبلها مباراه تونس واول اغسطس قلقت من الحكم اللي فاول تغاضى عن هدف صحيح بالزبط. جدا لبطل انجولا بالظبط لكن حكم امبارح والطعم انت كويس فكرتني هايلين امبارح والحمد لله على فكره من حظ لعيبه الاهلي الاجواء دي اهاب امبارح اللي موجوده ممكن تطلع اي حكم عن تركيزه لا ده انا هقول لك على حاجه حلوه بقى في النهائي النهائي بيطبق الفار طب حلو الحمد لله يعني شفت بقى حلوة يعني حاجه كويسه حلوة طبعا حاجه مطمنه جدا كان اعلم مسبقا ان نهائي دوري الابطال السنه دي هيطبق الفار في المباراتين طب الحمد لله فبالتالي دي حاجه مطمئنه ده حاجه لا مطمئنه لا النهائي انا كنت بتكلم امبارح ايوه لا يعني اقصد ايه اللي جاي حلو اللي جاي لا لا خلاص بص اللي جاي كل حاجه كويسه جايه حلو الحمد لله ادام عديت امبارح مفيش حاجه مفيش مشكله ادام بتكسب ورايح للبطوله اللي نفسك فيها كل حاجه هتبقى حلوه حصلت امبارح حاجه يعني فعلا الواحد لازم يتعلم من اخطاء لو نرجع للموسم اللي فات مع التاهل للنهائي الافريقي بعد التاهل للنهائي
فريق انفتح قوي واللقاءات اشتغلت التلفزيونيه مع الجهاز واللعيبه والدنيا وكان الاهلي اخذ البطوله. المره دي انا شايف الوضع مختلف شويه، وحتى انت اول كلمه قلتها اول ما دخلت قلت لي مبروك، بس لسه هنقول مبروك الكبيره بعد ما نخلص. ده المهم، ده المهم، المهم انك انت احنا ما خدناش حاجه لسه. انت الحمد لله تاهلت، لكن لسه الحاجه الكبيره والحاجه الحلوه ما خدناش لسه. ازاي بقى؟ زي ما احنا في تركيزنا في هدوءنا، ان انت هوصل للنهائي ان شاء الله في قمه تركيزي في قمه هدوئي بعيد عن اي مهاترات. وبعدين في ميزه بقى السنه دي كمان يا هاب، ما عندكش وقت تتكلم ولا تعمل، ده احنا بنتكلم على مباراه الوصل في الترجي، يعني ما عندكش وقت. مفيش. انت فاهم؟ انت ما عندكش وقت، انت يا دوب تمرين، محاضرات، تركيزك، هتلعب ازاي، اخطائك ايه، ما عندكش وقت تتنفس. فكل اللي انت هتعمله، الحاجه الوحيده اللي انت عندك دلوقتي هتشوف اصاباتك عامله ايه، معالجه بسرعه، بتحضر لمباراه الوصل. عشان كده القصه كانت في مباراه النجم. لكن سؤال مهم قوي، الاهلي يلعب بنفس فرقته في البطوله العربيه ولا يدخل لعيبه ثانيه؟ ونفس السؤال هعيده لك قبل النجم وقبل هو بس مش هاخد اجابتك دلوقتي بقى. طيب اتفضل. هطلع فاصل ونرجع ثاني نتكلم مع الكابتن علاء مهوب، وسؤال مهم جدا، مباراه الوصل هل الاهلي حافظ على تشكيلته الافريقيه ولا يدي بعض الفرص لبعض اللاعبين النجوم الكبار اللي بيلعبوا في النادي الاهلي عشان يريح المجموعه الافريقيه؟ فاصل ونتواصل. اهلا بكم من جديد كل جماهير ومتابعي قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي ليله. بنجدد ونقول مبروك لكل الجماهير المصريه وجماهير الاهلي تاهل الاهلي للنهائي الافريقي. وقبل الفاصل كنا بقول للكابتن علاء ميهوب الاهلي هيعمل ايه، كل شويه هتطلع من هنا هتخش هنا، عندك بطوله عربيه وانت ماشي في البطوله الافريقيه، كارتيرون والجهاز الفني يعملوا ايه بجد والله، يعني الله يكون في عونهم، يعملوا ايه في ظل اللي احنا بنتكلم فيه ده كله وعندهم مباراه برضه مهمه في البطوله العربيه؟ الله يكون في عونهم، دي حقيقه زي ما بقول لك، انا الزحمه جدا وكلها مباريات مهمه جدا، الى جانب عندك اصابات. لكن دايما يا ايهاب انت بتبص للاهم. الاهم ايه دلوقتي؟ البطوله اللي انت عايزها، بطوله افريقيا طبعا. بس يبقى انت كل تحضيراتك وكل تفكيرك توصل لعيبتك ازاي للمباراه النهائيه سلام، مفيش اجهاد. وعندك زي ما بقول لك عندك نجوم كتير جدا في فرقتك ممكن يأدوا، وهيأدوا، مفيش مشكله في الاداء على فكره خالص، هيأدوا الاداء اللي انت عايزه باسمهم بلعبهم بكل حاجه. عشان كده بس هتزود نسب بقى. اتفضل. يعني نسب الاصابه هتبقى ازيد، يعني ما هي دي ماتشات مش ماتشات سهله، ما انت بتلعب ماتشات يعني. بس احنا متفقين على حاجه، احنا بنتكلم انا وانت دردشه بعيد عن لو انا المدير الفني. لا ما ده جاي لك فيها برضه، ما انت هتقول كده هجي لك. بعيد عن مثلا كانترون خالص، لكن لو انا بفكر، لو انا في المكان ده هفكر الناس المصابه ازاي اريحها المجهده في المباراه دي، ويلعب ناس موجوده عايزه تلعب وناس سليمه ونجوم هيأدوا اداء مقنع جدا 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 وعايزين يلعبوا. اتفقنا في مباراه المقصه فرقه بتلعب وبرجاوي جاب لك المشهد على الشاشه وفرقه ثانيه نازله بالظبط، ولعبتك كان جزء في المنتخب الاولمبي وجزء في المنتخب الاول، واتكلمنا انا وانت يعني عندك. ايوه ما هو ده اللي مريحك. واتكلمنا انا وانت، انا فاكر قلنا ما شاء الله فرقتين في الملعب. بالظبط. ودي الحمد لله الحاجه اللي مريحاك السنه دي في النادي الاهلي، عندك ناس كتير قوي جاهزه وكلهم نجوم، وفيهم دايما بقول لك انا في حاجه، في ميزه، كله عايز يلعب، كله عايز يأدي، حتى لو مباراه وديه عايزين، لا انا عايز العب، عايز ابقى ليا مكان في فريق النادي الاهلي. ودي حاجه مع المدير الفني كارت كويس جدا في ايده، ويقدر يريح لعيبته ويطمن عليها. ايهاب دايما بتبص على الحاجه، وبعدين اصل الحاجه المهمه انت حاجه مستنيها انت وجماهيرك بفارغ صبر، ولعيبتك كله اللي عملوه اللعيبه امبارح. بص يا ايهاب، النادي الاهلي كله بكيانه وبجماهيره بكل حاجه تخص النادي الاهلي عايزه البطوله دي. فانت طبيعي كمدير فني انا بفكر في ازاي اوصل للنهائي ان شاء الله بدنيا كويس قوي، سليم، كل النجوم موجودين. واطمن على نجومي، وليه ما تطمنش كمان الناس ما بتلعبش؟ ده فرصه على فكره، يعني انت الكلام اللي انت بتقوله ده يا ايهاب حاجه حلوه في ايه؟ فرصه مباراه الوصل دي، طب ما انا ممكن كام نجم كده يلعبوا ويبقوا معايا فايده ليا. واللعيبه جاهزه، اي لعيب النهارده بيلعب في النادي الاهلي هيأدي في المكان اللي هتحطه فيه. يا ايهاب
امنيه اي لعيب ان يلعب في النادي الاهلي، فما بالك لعيبه موجوده في النادي الاهلي وعايزه تلعب. اهاب احمد الشيخ لما نزل ماتش ترسانه ايه اللي حصل؟ لا ده طبعا جاهز بس لعب قد ايه احمد الشيخ؟ ولا كان فين احمد الشيخ؟ الراجل نزل تحس هو كان في النادي الاهلي وبيلعب معاهم عادي جدا وهدف لا الامور ماشيه، فالحمد لله انت عندك مجموعه نجوم موجوده جاهزه. محمد شريف مش مقيد افريقيا وراجل يعني اتكلمنا عليه لا بص يا هاب الحمد لله بنتكلم انت على حد هنا بنتكلم الكلام اللي اللعيب يستاهله ولا بننافق ولا بنقول اي كلام، لا كل لعيب بياخد على قد ما بيدي المجهود على قد احنا بنشوفه. ما انا بقول لك لعيب الكوره دايما متشاف في الملعب حتى لو انت مش شايفينه، لكن جماهير النادي الاهلي بتفهم كوره يعني حاجه طبعا. ممتعه يعرفوا مين الكويس مين الوحش مين اللي بيأدي مين اللي عايز يلعب مين اللي نفسه في فرصه مين اللي مش مركز. الجماهير بتاعتك ما شاء الله عارفه كويس قوي لعيبه النادي الاهلي امكانياتهم ايه وممكن يأدوا ايه. اكيد ده واضح، واكيد واضح زي ما انت بتقول يا كابتن ان في اكثر من لعيب جاهز وان الاهلي يمتلك فرقتين، لان من الطبيعي انك تحافظ على القوام اللي بتلعب بيه بالزبط. خاصه ان النهارده اي اصابه وليد ازارو واسلام محارب اي لاعب ربنا يحمي اللعيبه كلها، وليد سليمان بعد ماتش كبير قوي على الترتان لازم يجي يهدى شويه طبعا. فبالتالي القصه مش مستحمله الفتره دي ومفيش وقت خالص. انت لاول مره برضو الكابتن الخطيب قال ده في مؤتمر رعايه، انت بتلعب بطولتين افريقيتين في موسم واحد بالظبط. لا احمد موسم في موسم ودخلت لك على طول عربيه وهتنسى. لا ما انا كل ده موجود ده انت دخلت بطوله عربيه. لو عديت عدد البطولات اللي الاهلي بيشارك فيها هو اكبر نادي في العالم بيشارك في قدرك عشان انت اسمك النادي الاهلي بس، كل حاجه ليها مقابل انت النادي الاهلي بس. ادي اللقطه اهي طبعا دي بص ما شاء الله زي ما انت عارف يا برجاوي برجاوي معانا الخشب ونشيلها على طول نفكر على طول بقول لك ما شاء الله يعني غير الناس اللي كانت بره كمان فالحمد لله انت الامور عندك بالنسبه لكام اللعيبه اللي جاهز لا الحمد لله حاجه ما فيهاش قلق خالص يا احنا كل قلقنا بنتكلم انا وانت ان الاصابات اللي حصلت مباراه امس يرجعوا ان شاء الله يبقى اصابات بسيطه مع الاربع خمس ايام يبقى كل حاجه تمام عشان المباراه الاهم مع كل احترام مباراه الوصل ولاعيبه الوصل ونادي الوصل لكن انت دايما بتدور على الاهم الاول ان شاء الله الترجي ان شاء الله هنا في القاهره. ارجع للسؤال اللي انت كنت هتساله لنفسك لو انت بقى مدير فني بتعمل الحاجات دي ازاي؟ لو انا مدير فني من النهارده هقفل صفحه الترجي ما تستغربش على فكره هبدا اركز في الوصل وهبدا من النهارده اما طبعا الوصل الحمد لله بالسلامه هبدا من النهارده اشوف الناس اللي بتشتكي من اصابات ايه وابدا من بكره ابدا اتابعهم، هبدا من النهارده البدائل الموجوده ايه عندي؟ مين اللي ممكن مين اللي مش هيلعبه خلاص؟ اصل بص يا ايهاب اكيد مستر كاترون وكابتن محمد يوسف والجهاز الفني من اللحظه دي او هم هناك اتفقوا او خلاص القرار واضح ان مين اللي هيبدا مباراه الوصل؟ مين اللي هيريحه عشان مباراه الترجي؟ وده على فكره مش عيب ومش لازم يريح بره الفريق خالص، ممكن يبقى على دكه البدلاء لو احتاجه، لكن مش هيبدا بيه، لازم يفصل شويه لازم شويه راحه خلاص هو عارف هبدا بمين في مباراه الوصل وابدا احضر ليها من بكره ان شاء الله فما فيش مشكله خالص في دي هو هيبدا كام مباراه الوصل خلاص يعني مباراه الترجي ما فيش كلام فيها الوقت خالص كل الكلام الوقت على مباراه الوصل انها بطوله وقدرك بطوله انت مطالب بالبطوله دي فكل الكلام ان شاء الله من بكره هيبقى على مباراه الوصل اكيد كله هيبقى من بكره على مباراه الوصل وهتقفل طبعا الصفحه دي وهتنتظر الصفحه دي لما تفتحها وانت مدير فني هتفتحها بنفس اللعيبه ولا هتبدا بقى تشوف اللعيبه الثانيه عشان تبقى محسومه من دلوقتي ولا هتبدأ يعني مثلا في لعيب زي ما سافرش ممكن يبقى في اجواءك الفتره الجايه ولعيب مقاد افريقيا بالظبط لا ولعيب مميز ولعيب بيفرق معاك وحاجه ممتعه في الكوره واحساسي لو كان امبارح كان موجود كان هيبقى له دور طبعا اكيد اهي مهم النجم كبير وليه دور حتى لو مش بادئ لكن دور ليه دور في المباراه لكن زي ما اتكلمنا فيها انا وانت قلنا هو كان مشغول بحته التجديد وكده وخلصت مؤمن اكيد هيبقى ليه دور المباراة وخلصت تقريبا خلصت يعني انا وخلصت ان شاء الله خلصت ما هو انت عارف انت كلامك بيتاخد وخلصت ان شاء الله تبقى خلصت ان شاء الله تبقى خلصت لا مؤمن اكيد ليه دور المباراة القادمة يعني مؤمن انا متاكد بيتفرج على المباراة امبارح وكان نفسه موجود في الاجواء دي في الشغل ده مع زمايله يوصل ان شاء الله النهائي فاكيد مؤمن هيبقى موجود كل ده اتحدد ايهاب على اصاباتك اللي حصلت امبارح والوقت اللي هيتاخد فيه لكن القوام نفسه موجود خلاص القوام نفسه موجود قوام الفريق ما اعتقدش هيبقى فيه تغيير كتير
يعني مثلا الاربعه اللي ورا خلاص اطمن. امبارح سعد لعب مباراه كامله على ترتان بعد اصابه، اطمن على سعد بدنيا كويس الحمد لله. فتحي خلاص الحمد لله كله بالي، واذا كان ايمن اشرف وادى اداء هايل امبارح ايمن من لعب ناحيه الشمال، السلال الحمد لله سليم مع عمرو مع عاشور، دول اتنين جاهزين. لا عندك يعني 80% من فرقتك اكيد جاهز، 80% اكيد جاهز ويؤدي بشكل كويس ان شاء الله، وتبقى ماسك الامور من الطرفين، لان انت البطوله دي انت محتاجها والبطوله دي انت محتاجها بالظبط. بس ما فيش شك ان البطوله الافريقيه بقى زي ما حضرتك بتقول كده يعني هي البطوله الاغلى، هي البطوله اللي الكل مستنيها، زي ما بقول لحضرتك وحشنا الاهلي في كاس العالم بالظبط بالظبط. دي اللي بقول لك ايه، دي الجائزه الكبيره اللي انت مستنيها. انت على طول معود الناس بتاخد البطوله وتوصل كاس عالم، هم اتعودوا على كده. انت عودت جماهيرك على حاجه اهي، زي ما عودت جماهيرك ان النادي الاهلي يبقى فيه بطوله. هي كده المعادله كده، الاهلي بطوله، دخل في بطوله يبقى الاهلي هو اللي يفوز بيها، والجماهير اتعودت على كده. بطوله افريقيا انا متعود اشوفك في كاس عالم انديه، لكن بقالك فتره بعيد، فهم هم عايزين اللحظه دي. جماهير الاهلي مستنيه اللحظه دي، مش جماهير الاهلي بس، جماهير الاهلي، اللعيبه، المدير الفني، الجهاز، مجلس الاداره، كل الناس مستنيه اللحظه دي. عشان كده دي الجائزه الكبيره اللي انت عايزها، الى جانب البطولات الثانيه اللي انت مشارك فيها، لكن دايما في حاجه بتاخد الانظار كده، اللي انت كله عينك عليها. بطوله افريقيا دلوقتي، كل الانظار عليها، كل التفكير عليها، ممكن بعض اللعيبه تفكر يعني تفكيرها دلوقتي ممكن يبعد شويه عن البطوله العربيه. تفكيره ممكن غصب عنهم يروح للبطوله الافريقيه. خلاص ده خطوه. يعني خطوه وعايزين بقى البطوله ودرس دي. البطوله اللي فاتت الخمس اللي فات برافو حاضر. عليك برافو عليك. ودرس الماتش الاخير حاضر. في الاذهان يا طبعا. في الاذهان. اوصل وما فزتش يجيب فيها الاذهان. مع كل الظروف اللي حصلت لا ما تتكرر، لا ما تقنعنيش انها تتكرر مع النادي الاهلي مرتين. لا لا استحاله. صعب. لا صعب صعب صعب. ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله. في لقطه في المباراه لقيت مستر باتريس كارتيرون متعصب جدا. كان في لعيب كان مريض ازار وقع على الملعب، ما طلعوش الكوره بتاع. اول مره اشوف مستر كارتيرون يخرج كده عن هدوء المعتاد، وكانه بيقول في حاجات لازم هنقف عندها. دي حقيقه. وكان اصل دي في لعيبه عندك واقع لازم الكوره تطلع بره. ما بيدعيش يعني. لا وبيد مش بيدعي الاصابه كده، بس هي دي حاجه تعصبه انك لعيب عندك واقع تطلع الكوره بره. الكوره ما نفرض الكوره دي كانت خطر عليك او حصل حاجه، لكن هي الفير بلاي اللي هو الكوره تطلع بره وخلاص. دي الحاجه يتعصب مستر كارتون على فكره، انت عمرك ما شفته متعصب خالص طبعا. لكن هي حاجات من اللي هي كانت الكوره في واحد وقع في الارض ما تعرفش الوقع ده ليه او في ايه، فلازم علاجه بسرعه. يعني حتى المعلق الجزائري على المباراه لما الشناوي خد كورتين كده ونزل بيهم قال له يعني لو فريقك متاخر هتقف يعني عارف اكيد مش هقف يعني عارف برضو رغم ان هي مدرسه أحيان. الشمال دايما بتحب تطول بالكره شويه، كل واحد عايز يمشي وراها على هواه. هو عايز يلعب بسرعه. طب انا مش عايز. تعال نشوف بقى في تونس الاجواء ايه بفضل. وتعال نشوف الترجي الفوز الكبير جدا والرومنتادا اللي عملها وان المباراه تخرج بهذا الشكل بعد ما الكل ظن. حتى عصام الشوالي هو بيعلق بالمباراه قال لك خلاص القصه انتهت، فجاه الترجي بينطفي الثاني وبيأدي بشكل كويس، ونهائي مكرر بين فريقين بيحبوا يقابلوا بعض وبين زميل بنحب دايما نقابله ونستمتع بيه لما نكون بنقابل الفرق التونسيه. الاعلامي والزميل هيثم راجي، مساء الفل يا كابتن هيثم، تحياتي وتحيات الكابتن علاء ميهوب. اهلا بيك يا بابا، اهلا بيك، وانا كابتن علاء وانا كابتن. اهلا بيك يا هيثم. اهلا بيك وانا والله يا بوب، والله فرحت بمباراه النهائي اكثر من حاجه قابل بعض يا بوب. شوف امبارح يا بوب كنا قاعدين مع بعض كلنا الشباب، انت عارف كلنا بنفتكر شقاوه شقاوه شقاوه. وحشني انت طبعا يا هيثم، وطبعا وحشنا لمتنا دايما، ودايما في حاله خاصه بين الاهلي والترجي، فرق ومسؤولين وجماهير، وحاله محترمه جدا. لكن الترجي امبارح استحق انه يكون موجود في النهائي في مباراه مختلفه تماما، مباراه هي الافضل للترجي في مشواره في البطوله السنه دي. يا بابا غياب الترجي امبارح كان قدم المباراه، كان يتم يقدمها الترجي، كان المفروض يقدمها لانه انت تعرف جيدا ان هو الموسم المئوي ترجي احتفال بمرور 100 سنه على تاسيس الترجي هذا التونسي، وجماهير الترجي كلها اتفاق واحد وكلها على هدف واحد هو رابطه الابطال، لانه جماهير الترجي رقم قياسي في بطوله وكاس تونس، يعني في تونس اللقب الوحيد اللي يشفي اغاني جماهير الترجي ضمن اللقب الثالث على الاقل في خزينه النادي، وما فماش مخير من الموسم اللي هو موسم المئوي. اذا البارح بالرغم من الترجي ما كانش في يومه، بالرغم من الترجي
الفتره الحاليه ما هوش الترجي متعود بالضبط في الالفينات وفي التسعينات الترجي في الدرجه بالترجي يعني معناتها في فترات الترجي يكون افضل ما يكون لكن في فترات الترجي بعض الاهتزاز على بعض اللاعبين خاصه بعض الاصابات وبعض الغيابات الترجي ما هوش الترجي المتعود الترجي ما هوش الترجي المستقر في الاداء نتاعه ما هيك كانوا الترجي اربع نقاط فقط في الدوري الفرنسي وحتى كانت هزيمه ضد الصفاق في يعني الاجواء ماهيش ولا بد في الدوري لكن في رابطه الابطال هو الثقب الشاغل هو الهدف الاول والاساسي كان للاداره كان للجماهير كان للاعبين البارح الترجي بعد هزيمه اولى في مباراه الذهاب انغولا في رواندا تحديدا بهدف صفر البارح الترجي كان المفروض عليه الترجي يمر كل السبل البارح توفرت للترجي التونسي على ارضيه الميدان حتى يكون الترجي يعني بدايه هدف بطل انغولا المبكر البعض قال خلاص اتصعبت جدا على الترجي وهدف مبكر لبطل انغولا على عكس سير المباراه يعني قلق الامور وقلنا ظروف الترجي كانت صعبه. ايهاب في 1-0 تقول ممكن الترجي يعود ويجيب هدف خاصه يكون هدف الترجي تمام تقريبا بعد بعد يعني 10 دقائق تقول ابرك الترجي ما تمسكش الهدف وعدت النتيجه ممكن هدف ممكن يجيبهم الترجي ما فيش مشكل. تمام. لكن في 2-1 الترجي يقبل هدف ثاني هدف التعادل في الشوط الثاني المنتخب الفريق الانغولي ديمريدو اغوستو صراحه فما بعض الجماهير اللي غادرت الملعب لانه يعني ايضا لكن الجماهير الوفيه للترجي ولاعبي الترجي تكون اصرار كبير للكابتن معين الشعباني على دكه البدلاء وهذا ما اكدوا حتى بعد المباريات وكانه اللاعبين اعطاه حماس كثير للاعبين وكانه فما روح جديده نتذكروا جيدا لانه معين الشعباني لما كان لاعب تذكروا جيدا كانت مباراة شهيرة بين الترجي والتونسي والهلال كانت سنة 2003 تقريبا وقت الترجي كان المفروض عليه يسجل أربعة أهداف. هي مباراة شبيهة نفس السيناريو بالضبط. نفس السيناريو اللي اختلف فيها فقط كونه محيط الشعباني كان لاعب البارح كان على دكة الاحتياط كان هو مدرب الترجي والتونسي وهذا اللي حصل يعني تسجيل الترجي خاصة أنه كان فما بعض أحداث الاشتغال حتى الإدارة في الملعب. وكانه التفت شويه اذهان الجماهير وكانه الامور ما كانتش لابد لكن التركيز كان كبير برشا باللاعبين الترجي هذا التونسي للاختلاع ورقه الترشح كانوا فيها استهداف ورقه الترشح اللي خلينا في المباراه النهائي نهائي سنه الناس كله يسمع ضد النادي الاهلي المصري ولو انه يهاب راهو فما كلمه البارح جماهير الترجي كل البارح صحيح كانوا يرغبوا في النادي الاهلي لكن كلهم قالوا خلينا ستيف المباراه هذه انه ستيف كعب عالي على ستيف لكن كعب مش عالي على النادي الاهلي. هيثم كابتن علاء اكيد عايز يتكلم معاك وعايز يكلمك في الامور معاك كابتن علاء ميهوب. هيثم مبروك التاهل امبارح هيثم. الله يخليك الله يبارك فيك مبروك النادي الاهلي مبروك الترجي. يا رب ان شاء الله. قول لي بقى جماهير بتفكر ازاي في المباراه؟ والله بالنسبه للجماهير انت اعطيتني خطوه شعبيه وحديثي قوي يا كابتن ان شاء الله والله بالنسبه للقنصليه التونسي كتونسي قنصليه تونس في مصر عندك. وان شاء الله النداء يكون متبادل يعني قنصليه مصر في تونس العاصمه ان شاء الله لانه شفنا جماهير الترجي جماهير الاهلي علاقات ممتازه وعلاقات طيبه جدا وهذا دورنا نحن كاعلام باش نمثل هذا ونوصل بالضبط دي حقيقه دي حقيقه صح علاقات ممتازه قبل 90 دقيقه وبعد 90 دقيقه دائما بين الترجي والاهلي لانه تعرفوا تعرف زي كانوا جماهير الاهلاويه تجي في بيوت الترجيين وجماهير الترجيه تروح في بيوت الاهلاويه ان شاء الله على الاقل هذا يترجم على التاشيرات خاصه وانا طالب كسفير تونس ان شاء الله يا سعاده سفير تونس ان شاء الله نسهل كل ما يلزم للاخوان المصريين حتى يكونوا باكبر عدد ممكن ان شاء الله على برادس وعلى عيننا وراسنا وايضا ان شاء الله يكون المعامله بالنسبه لسفاره مصر هوني يسهلوا باكثر عدد ممكن حتى الجماهير تكون غادي يراو على الاقل حتى يطيحوا الضغط ويخفوا الضغط لانه في مقوله تقول لك الممنوع مرغوب يعني مزبوط. لما تمنع ولما تقول لا ولما تحط حدود ما بيناتهم اكيد هذه بدايه استفزازات لانه الجماهير المصريه باش تفكر كانوا تونس رافضه الجماهير التونسيه تفكر كانوا مصر رافضه اذا خلينا نحتفلوا بالعرس هذا بالنسبه لجماهير الترجي البارح كان بعد فرحه في المباراه التركيز في النهائي كلهم يعرفوا جيدا كانوا الاهلي يمر في افضل فتراته كلهم يعرفوا جيدا وجماهير الترجي هناك حتى بعض الجماهير اتت تقول بالنسبه للهدف الترجي هو الوصول الى النهائي خاصه كانوا باش نواجهوا النادي الاهلي لكن يقول لك اكيد النادي الاهلي مباراه 90 دقيقه في القاهره او 90 دقيقه في تونس اكيد ان شاء الله
للاجر هو اللي يفوز 73 تراجي متمسكه جيدا في هذا اللقاء خاصه كونه الاياب عنا في تونس في غرلي ان شاء الله المثل الفرنسي يقول لك جامي دو فاطروا يعني اثنين لازمهم ثالثة ان شاء الله ثالثة المباراة هذه كل تراجي شوف الثالثه كل النادي الاهلي ان شاء الله انت عارف احنا بنتفق في كل حاجه بس دي مش هنتطبق وان شاء الله كل واحد يشجع ناحيته بشكل طبعا مثالي بحييك طبعا هيثم على روحك مع الجماهير لكن كلام ان المدير الفني للترجي مش عايز النهائي يكون في رارس عايز يكون في المنزه هل الكلام ده مظبوط ولا لسه بدري عن الحديث ده لا لا ما فيش لا نحن ممكن نلعب في المنزه لان يعني المنزه ما فيش اناره الاناره بتاع الملعب المنزه اتشالت يا بوب والمنزه غير قادر على اشياء المدرجات غير قادره على تسجيل اكثر من يعني في رادس ان شاء الله ان شاء الله في رادس هذا اكيد يعني في رادس يعني لا في دره المتوسط طب في رادس واحنا ان شاء الله الحمد لله في رادس ما بنقلقش يا كابتن هيثم ان شاء الله لا احنا نكرموكم ما احنا انتم اخواتنا وديالنا لا احنا بص يكفي يكفي هذا الشعور المحترم والطيب منك يا هيثم وطبعا منتظرينكم تيجوا يعني تشرفوا وتنوروا في بلدكم الثاني وقبل ما نشكرك انا والكابتن علاء مهوب لو حابب تضيف او تتكلم وتقول اي حاجه ان شاء الله الكلمه الوحيده كما قلت لك يا بوب ان شاء الله يتعدى عرب كما استنيناه وكما تعودنا به بين الاهلي المصري والترجي الريتموتي وفقط الكلمه الوحيده والله صدقني في هذا حتى بعد الشباب اللي كانوا جماهير الترجي امبارح كله نحن خارجين الملعب كلهم ياكدوا بشهر في هاي تقول اكد لنا خلي يعطونا فيزاوات اكثر خلي يعطونا تاشيرات لمصر دونك هذا هو النداء الوحيد لجماهير الترجي هي اكثر عدد ممكن من التاشيرات ان كان لجماهير الترجي للقاهره او لجماهير الاهلي المصري تدور ان شاء الله ان شاء الله السياسه المره هذه تقرب بين جماهير الترجي وجماهير الاهلي مش كما صار في المرات السابقه ان شاء الله يا هيثم مشكورك يا هيثم شكرا يا هيثم طبعا كلام محترم هيثم الرشدي يعني خلاص يعني احنا مع بعض يعني دايما اذا كنا هنا في الاهلي او اما هناك في تونس والناس يعني في تواصل كبير جدا الجمهور على علاقه خاصه الاعلام اهو يعني الاعلام تحس ان ايهاب مش اول مره في تعود خلاص تحس ان الجماهير متعوده على بعض في راحه في راحه ومتعودين على بعض الجماهير بصراحه الاستقبال هناك بقى محترم جدا طبعا الاستقبال هنا بقى محترم جدا يعني حاجه محترمه دي حاجه دي احلى حاجه في كره القدم الرقيه ده حاجه حلوه تقابل جمهور الترجي هنا واي جمهور في قمه المنافسه بالظبط مع المنافسه على نهائي البطوله ليهم حق الاحترام هنا وكل التقدير لجماهير تونس على الجانب الاخر اكيد الجمهور المصري بيروح هناك نفس المعامله وحتى هيثم بيقول لك هي نفس المعامله بنشوفها في تونس نفس المعامله بتبقى في القاهره مفيش فرق اهام وتحس ان الجميع عرفوا بعض يعني عايزين نحيي الراعي الجديد بريزنتيشن وخمس رحلات طيران لجماهير الاهلي اسطول طالع بفضل الله ان شاء الله ان شاء الله ودي حاجه كويسه قوي طبعا طبعا يعني بدايات كلها مبشره هي بدايه حلوه وهو تحس بيعمل الموضوع ده هو فرحان هو مبسوط هو محمد كمان فرحان بعقده مع النادي الاهلي واضح في كل خطوه في كل كلمه في تعبيرات وشه في كل حاجه حصلت هو فرحان هو قال بس ان شاء الله نتاهل نهائي وفي مفاجاه تاهلت الحمد لله النهائي قال لك خمس طيارات هينقلوا جمهور إن شاء الله النادي الاهلي بريزنتيشن بتشتغل عليها مع الرعاه في حاجه يعني حاجه قويه قوي ومحترمه جدا جدا وبادئ معاك ده البدايه بس يعني بقول لك ده انا بس ايه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ببدا بس معاك بخمس رحلات لان شاء الله النهائي في تونس فطبعا دي حاجه مبشره جدا انا بقول لك هو فرحان طول ما البني ادم فرحان او الشخص فرحان هيعمل كل حاجه كويسه هو عايز يقول عايز يديك قدرك برضه هو شايف قدرك كبير هو قدرك كبير قوي وهو عايز يديك بص يا ايهاب مهما تعمل مع احترامه كل الاحترام للاستاذ محمد كامل واللي عامله للنادي الاهلي شويه عن النادي الاهلي هو الراجل بيعمل كل ده من منطلق حاجه مقدر يعني ايه النادي الاهلي بس لما بتقدر حاجه يا انت بتعمل كل حاجه عشان تقول انا بحاول اوضح قدر النادي الاهلي ده قد ايه فهو بيحاول يعمل كل حاجه كويسه لجماهير النادي الاهلي وطبعا كل الشكر والتحيه ليه فعلا كل الشكر والتحيه على اول حاجه بيعملها مع النادي الاهلي طبعا كل الشكر والتحيه للبرزنتيشن طبعا ورئيس مجلس الاداره الاستاذ محمد كامل وكل رجال البرزنتيشن على فكره ودورهم الكبير لكن اللقطه حلوه اللقطه حلوه النهارده قبل مباراه الاياب بشكل كبير جدا بتتكلم وبتقول خمس طيارات بتاهل بالناس بتخلي الناس طبعاً. تستعد النهارده شفنا قيمه الجماهير وحضرتك قلت عليها شفت مباراه الترجي عامله ازاي قلت لي مش اي جمهور يحرك من 2-2 والقصه منتهيه والمباراه خلاص بتضيع الى 4-2 بالظبط جمهور ده تدخل خارجي للجمهور نفسه لا لازم ما ينفعش ما تقلش على ارضنا هو ده جمهور الكوره واستاذ محمد كامل عارف حته معنى الجمهور يبقى موجود ازاي
وكنا بقى نتكلم على البرزنتيشن محمد كامل كمان استاذ عمرو وهبي كمان راجل طبعا فظيع ممتاز بيشتغل شغل جميل جدا 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 ومبقاش في الصوره دايما لكن هو الزملكاوي ومخلص للاهلي شخصيه جميله وممتازه وحاجه راقيه جدا طبعا لكن زي ما بقول لك ايهاب هو بادئ كده اللي هو المفاجاه البدايه كده البدايه خمس رحلات لجماهير النادي الاهلي عايز يبقى النادي الاهلي موجود هناك بجماهيره هو عارف قيمه الجمهور في الاوقات دي عامله ازاي وجماهير الاهلي طبعا نفسها كل جماهير الاهلي تروح مباراه الترجي ان شاء الله ان شاء الله ارجع واقول ان المباراه احسن من هنا من مباراه الذهاب ان شاء الله مباراه الذهاب تشوفها ازاي مباراه تبقى صعبه دايما صعبه في حاجه دايما بقول لك انا بتفكر تكسب المكسب المريح فعايز هدف بدري بتفكر ازاي تبقى انت اللي ضاغط بتفكر ازاي تبقى انت اللي بتهاجم بتفكر ازاي انا عايز اجيب هدف وهدف بفكر في التاني هو ده صعوبه المباراه دايما بتبقى في القاهره او المباراه الاولى ان انت عايز تسافر تونس او اي بلد للنهائي بتبقى انت مستريح بالاهداف اللي احرزتها في القاهره زي وفاق الصيف 2-0 واهداف كتير ده لكن 2-0 بالنسبه للنادي الاهلي تبقى كبيره فانت دايما تفكيرك اللي بتفكر فيه هنا عايز كم اهداف كبير الى جانب كمان ما استقبلش اي هدف لكن استقبالك لهدف بيصعب عليك الامور فان شاء الله يا رب يبقى اهداف هنا مطمئنه تسافر ان شاء الله تونس يبقى الامور واضحه قدامك ان شاء الله تكون الامور واضحه وقلنا في صعوبات كتيره جدا لكن هو ماتش نهائي خلاص في 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 تفاؤل دي انا بقول لك هي فرصه تريح بعض الناس انت مش عايز تجدهم وفرصه تشوف لعيبتك تديهم فورمه تانية لكن ما فيهاش مشكله مشكله بس عارف ايه يا ايهاب المباراه النهائي دي ان الظروف واحده الترجي كان خارج ووصل النهائي فهتلاقي الدفعه المعنويه اللي واخدينها الترجي دلوقتي عاليه جدا طبعا بجماهيره بادارته بلعيبته وده يحسب ليهم نفس الكلام عندك هنا امبارح مباراه صعبه جدا امبارح وتاهلت جماهيرك لا جماهيرك كبيره وعايزه البطوله ولاعيبتك وجهازك الفني مجلس ادارتك فالظروف الظروف واحده خلينا نروح لك للكفه بقى اتفضل في المباراه امبارح شفنا خطا في حراسه المرمى هنا شفنا خطا هنا وشفنا بعض الاخطاء الدفاعيه هنا شفنا بعض الاخطاء الدفاعيه هنا شفنا تفوق في خط الوسط في الترجي وخط الهجوم كذلك في النادي الاهلي النادي الاهلي يعني تحس ان الامور متقاربه بشكل كبير جدا الامور واحده في كل حاجه اهي نفس خد بالك نفس شعور الجماهير هناك كده نفس طموح اللعيبه كده انا عايز البطوله وانا كل ما العب النادي الاهلي اخسر بطوله لا انا عايز البطوله فهي بتحس ان كل حاجه متشابهه الفرق الوحيد 90 دقيقه هنا 90 دقيقه هناك ان شاء الله يا رب على خير والنادي الاهلي يتوج البطوله 90 دقيقة اللي هنا أكيد ما كانش يعني يظهر بالشكل الكبير إن قبل نهائي أفريقيا الأهلي يلعب في استاد السلام بعيد جمهوره مش معاه ما كانش فيه جمهور للنادي الأهلي دي حقيقة لكن أكيد مباراة النهائي يعني محتاجين جمهور مصر كله جمهور الموضوع مختلف قد إيه شفنا الجمهور مؤثر بالظبط لا مؤثر كمان فين؟ في الترجي اكتر طبعا اتكلمنا عليه انا وانت ومؤثر امبارح في اداء لعيبه وفاق سطيف طبعا وهقول لك حاجه يعني وانت يا كابتن بتتكلم في وفاق سطيف هنا وبتقول لي اتنين وضيعنا لو الجمهور موجود الموضوع كان اختلف تماما وانت بتلعب يعني من غير جماهير وبتجيب جونين وبتضيع لا كنت حسمت من هنا حسمت من هنا انا عايز اقول لك لعيبه وفاق سطيف لما نزلوا كمان وشافوا الجماهير في الملعب اديتهم اريحيه سهله جدا لما بداوا المباراه هنا ضاغطين بالظبط فهمني فالاريحيه مفيش جماهير وهم عارفين قيمه جمهور النادي الاهلي عامل ازاي ما هو اكيد عارفين جمهور النادي الاهلي قد ايه مؤثر طبعا قدامنا وصول البعثه وهم وصلوا بالسلامه على سلامتهم دل على سلامتهم كده وهم يعني واصلين لمطار القاهره وطبعا جايين عشان يجهزوا جايين راحه النهارده بكره طالعين الساعه 7 الصبح بكره في تمرين بس بص يا ايهاب راجع بالنهائي ولا فرق مع انا ارانك لو في حد من اللعيبه او حد شعر بحاجه ولا هو اهم حاجه ووصل للنهائي وصلت للنهائي كل حاجه بعد كده بتهون التعب بيهون وحتى لو مصاب انا هرجع بسرعه الفرحه هي السمه بتاعه البعثه وصلت للنهائي فدي احلى حاجه حصلت في حته تعب في حته رحله طويله في حته مسافرين الصبح بدري في ناس عندها اصابات الكلام ده كله بتخليه على جنب انا وصلت نهائي افريقيا ودي الحاجه المريحه طبعا حاجه مريحه جدا وواضح لكن كله عنده استعداد يتحمل كل هذه الضغوط علشان يحقق الحلم هو ده الحلم اللي هم عايزينه
خلاص الضغوط الكبيره كانت امبارح، خلاص نفس كده وابدا احضر للمباراه اللي هنا، ضغوط جديده بس بايجابيه. انت بتلاقي خلاص بقى وصلت، خلاص انت ناقص لك خطوه خطوه وشايف الكاس، خلاص بقى الموضوع بالنسبه لي بقى سهل، انا شايف الكاس قدامي. لا لازم ان شاء الله اجيب الكاس. هجيبه ازاي بقى؟ بالشغل اللي هتشتغل ان شاء الله في المباراه اللي هنا والشغل اللي هناك، والتحضير اهم حاجه، التحضير للمباراه هنا كويس. الترجي هيختلف عن المواجهات اللي قابل فيها الاهلي في المباراه اللي فاتت ولا هيبقى بنفس السياق؟ لان برضه حاله التفاؤل الزياده اللي في الشارع بالزبط. انا دي ساعات يعني مش بتخوفني لكن لازم يبقى عندي حرص. بالظبط. لا الموضوع مختلف. الموضوع مختلف بالنسبه للترجي، اكيد مش هيبقى زي الترجي اللي قابل الاهلي قبل كده. وخد بالك التفاؤل اللي هنا التفاؤل هناك. انت خلاص انت بره بطوله مع الترجي. ايه 2-2 انت بتتكلم في موضوع صعب جدا يعني، خصوصا هو دايما بيتقدم عليك فالموضوع صعب بالنسبه لك. لكن التفاؤل اللي حصل هناك، هنا في تفاؤل بس تفاؤل هنا اللي هو الموضوع مش سهل. لا الترجي لا خالص، الترجي طول عمره نادي كبير، نادي عظيم بلاعيبته وبجماهيره، واكيد انا متاكد منه لعيبه النادي الاهلي محترمه الفريق ده احترام شديد جدا جدا جدا. طبعا مش خوف طبعًا. لكن لا احترام. طبعا فريق كبير يا كابتن. طبعا طبعا يا أب. احنا بنتكلم انا وانت حتى مع هيثم بيتكلم لا تحس ان في امور كده متشابهه. الجماهير النادي، عرقة النادي، كل حاجه كبيرة. لا عرقة النادي، اسم الترجي في تونس بيعرف يرجع في ملعبه مره واثنين ويحقق معادله صعبه. الامور متشابهه جدا يا ايهاب في كل حاجه، كل حاجه. لكن زي ما بقول لك انا، كل احترام للترجي كل حاجه، لكن احترام ايجابي. انا عايز افوز بالبطوله دي، مش خوف خالص. النادي الاهلي ما بخافش من الفريق الحمد لله، لكن محترمك كويس قوي. لكن طول ما احترمت الفريق واحترمت اللعيبه اعتقد دي حاجه ايجابيه. ما ينفعش ابقى مش مدي نادي الترجي باسمه العريق ده كل الـ 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 الحاجه ولا يستاهلها. شايف ان احنا اتكلمنا في استعدادات الاهلي لمباراه الوصل للترجي، اجواء بقى نفسيه الفتره الجايه، جمهورك برضو لازم ياهلك بالشكل المطلوب، اعلام عليه دور مهم جدا طبعًا طبعًا. في الفتره الجايه. ودينا شفنا على الجانب الاخر كلام محترم جدا من الجانب هيسم. التونسي، من الاعلام التونسي كلهم بيتكلموا بشكل كويس. واضح من كلام هيثم ان في جماهير كتيره جدا هتيجي من تونس تبقى موجوده طبيعي. فاكيد في المقابل ان شاء الله الامن المصري والمسؤولين يقدروا يوفروا عدد كبير قوي من الجماهير المصريه. هو كل بس الفتره دي المباريات ان شاء الله النهائي كلها حاجات ايجابيه، مش عايز ما لسه سلبيات خالص. حتى في السوشيال ميديا كلها حاجات ايجابيه، كلها حاجات تحفيز، بعيد عن المشاكل، بعيد عن اي حاجه خالص. واللي انا عارفه متاكد منه ان مستر كاترون وكابتن محمد هيقفلوا على اللعيبه خالص الفتره دي. بعيد مش ما فيش حاجه هتتقال، كل الكلام هيبقى في المباراه بس مش اكتر من كده. المباراه بتاعت النهارده يعني اللي هنا الفتره دي جايه خلاص يبقى كلام في الوصل، في الوصل اخلص الوصل هقفل صفحتها الترجي. وافتح الصفحه الثانيه بالظبط كده. هو ده نظام النادي الاهلي من زمان على فكره، مش من الايام دي، من زمان. كل مباراه مباراه، كل بطوله ببطوله، هي دي هو ده اللي بيفكروا فيه. مباراه الوصل يخلصوها على خير ان شاء الله، وبعدين يخشوا على مباراه الترجي بقى بتحضيراتها الكبيره جدا. الوقت بيعدي معاك سريعا، لكن لو حابب تقول اي حاجه. لا يا بشكرك جدا، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعيبته. وزي ما بقول لك ان شاء الله يا رب ان يبقى الفرحه بقى كبيره، ونبارك ان شاء الله بفوزنا بالكاس ونلعب كاس عالم انديه الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان شاء الله رب العالمين. بعد المجهود الشاق ده بقول لهم الف مبروك، وان شاء الله يا رب نبارك لهم في النهائي يا رب. شرفت ونورت يا كابتن. هتختم المره دي؟ لا اختم انت بقى. ليه؟ لا انت لا حياتك برضه. طب خلاص بس المره الحلقه الجايه تقدم انت بقى. ان شاء الله ان شاء الله. تقدم انت الفقره ونبدا ندخل فيها. نعكس المره دي. خلاص ماشي. ماشي يا حبيبي. طبعا دي فقرتنا المعتاده كل يوم اربع، دايما بنتكلم معاكم انا وكابتن علاء، يعني بنقعد ندردش دردشه كده، ودايما بكون حريص جدا ان اقول كل اللي بيدور جواكم، كل اللي عايزين تسالوه، كل اللي عايزين تتكلموه بشكل بفضفضه كده بنعمله مع الكابتن علاء اللي دايما بيشرفني وبينورني كل يوم اربع. فاصل سريع عشان بعد كده نلتقي بزميلي محمد سعيد والاستاذ او الكابتن امير توفيق، وحديث عن الرعايه، حديث مهم جدا بعد الفاصل.